مادونا حياة حافلة. مادونا هي ملكة البوب. دخلت مادونا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها المغنية صاحبة الألبومات الأكثر مبيعا على مر العصور، بمبيعات بلغت أكثر من 320 مليون ألبوم في نهاية عام 2010، وهي أيضا الفنانة صاحبة الألبومات الأكثر مبيعا في القرن العشرين، حيث حصلت على 65.4 مليون كمجموع مبيعات ألبوماتها في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، لتصبح الفنانة الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية. ولدت مادونا في باي سيتي في ولاية ميشيغان في 16 أغسطس 1958، وهي الابنة الكبرى لزوجين سيلفيو أنتوني كيكون ومادونا لويز فورتين. والدها باكانترو كان ابن أحد المهاجرين الإيطاليين، أما والدتها فكانت من أصول فرنسية، واشتغل والدها توني كمهندس. حصلت مادونا على المركز الثاني في قائمة بيلبورد لقائمة أفضل 100 فنان على مر العصور، وتعتبر أيضا أفضل مغنية أغاني منفردة ناجحة في الولايات المتحدة، وعرفت باعتلائها قائمة أعلى الإيرادات في الجولة الموسيقية، وهي من أقوى 25 امرأة في آخر 100 عام وفقا لجريدة تايم، وهي الفنانة الأكثر دخلا سنويا على مستوى العالم، وهي أيضا المغنية الأغنى عالميا. تكتب مادونا وتلحن الأغاني طوال مسيرتها الفنية، فقد كتبت ولحنت العديد من الأغاني مثل العذراء وأربع دقائق وفي الأخدود ولا تعد أيها البابا ومثل الصلاة ورواج والتجمد والموسيقى والتعلق وغيرها من الأغاني التي حطمت أرقاما قياسية وخلدتها كملكة للبوب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.